باعتبار هو رب الأسرة فهو ملزم بالصرف. يعني تتبع نفسية الزوجة الموجودة، يعني اكو ناس متفاهمين على هيش موضوع. يعني تعايرني براتبها؟ ليش على يا اساس يعني تعيني براتبها؟ اكيد يعني لازم مشاركه من عندهم من عنده. باعتبار هو رب الاسره فهو ملزم بالصرف، بس هي يكون يعني من عندها مساعده او شلون نقول احنا تطوعي، لان يعني الاسره ما تنبني على هيك، ومن يصير فوارق ماديه راح تخرب العلاقه الاسريه بين الاب والام وتاثر حتى على الاطفال. يكون جو عائلي متوتر دائما. لا ما يصير، يعني همين اقوى من راتبي وهمين تاخذ مصرف من عندي، اعتقد ما يصير. وما انطيها حتى لو اذا قالت لي ما انطيها. اذا احتاجتني تختلف هاي القضيه، بس اذا بدون احتياج لا. يعني اذا هي اقوى همين اقوى همين تاخذ من عندي ليش؟ هاي اذا كانت على راتب يعني. يعني تتبع نفسيه الزوجه الموجوده، يعني اكو ناس متفاهمين على هيش موضوع بين الراتبين، واكو ناس مثلا يعني يصير عندهم دائما يصير هاي القضيه، فهي صراحة مو حلوة إذا تبقى منافسة بيناتهم أكورات. إي طبعاً تاخذ، ليش ما تاخذ مصرفنا؟ يعني إحنا حياة زوجية اثنيناتنا، مصرف علي، مصرف البيت عليها، علي. يعني شلون تصير حياة الزوجية؟ يعني تعايرني براتبها؟ ليش على يا أساس يعني تعايرني براتبها؟ أبقى أنا وياها وكل من راتبه براتبه، من يحتاج من واحد يحتاج من واحد، هو دخل واحد للبيت ده يجي. شنو اللي راح يفرق إنه راتبها عن راتبي؟ لا ما يصير هيك فرق، هيك راح تصير ماديه بالموضوع، انه انت تاخذين راتب وتضمي الك لو تعطي. هو راتبك حقك اوكي، انه انا المعيل اللي على البيت يعني، بس لازم انا اساعدها هي تساعدني، حياه زوجيه وبعد شلون. اكيد يعني لازم مشاركه من عندها ومن عنده. لا يعني بس هي لازم يعني مشاركه من طرفها، لانه ما يصير الطرف الثاني عيلا هو الاساس، يعني هو صاحب البيت، هو صاحب المصرف، هو صاحب الكلمه.